في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. عايز أحكي لكم كده على اتنين صحاب اتقابلوا في الشارع واقفين بيتكلموا، فواحد فيهم شرب مية عادي، الدنيا حر طبعا واقفين في الشمس فعطش فشرب حاجة عادية خالص. فصاحبه بص له باستغراب وقال له ايه ده، هو انت مش صايم؟ قال له لا مش صايم. فالتاني استغرب قوي، فصاحبه بيساله هو ايه وجه الغرابه في كده؟ قال له احنا في العشره من ذي الحجه. قال له طب ما انا عارف، مش واخد بالي يعني ايه المشكله بقى؟ قال له المفروض نصوم لحد العيد. فصاحبه قال له ازاي يعني؟ قال له المفروض صيام رمضان، انما اللي انا اعرفه ان التسع ايام والعشر ليالي بتوع ذو الحجه دول التسع ايام الصيام بتاعهم مش فرض. طبعا احنا هنتكلم النهارده مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف، وهنفهم حكم صيام الايام دي، لانه احيانا الناس ممكن من كتر ما بتعمل السنه او سنه معينه يتعودوا عليها فتتحول كده وتاخد شكل وحكم الفرض. ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا الشيخ احمد. اهلا بيك يا شيخ احمد. الله يخليك يا رب، ربنا يكرمك ويحفظك. كل سنه وحضرتك طيب. امين يا رب. امين. ربنا يكرمك يا رب. احنا عايزين يعني النهارده نتكلم في النقطه دي، انه يعني احنا لازم نبقى دايما مفرقين بين الفرض وبين السنه وحكم الايام دي، وازاي ان ممكن من كتر ما احنا تعودنا على حاجه نعتبر ان هي حاجه كانها فرض، بس هي مش فرض. انا لو عملتها هاخد الثواب، لو ما عملتهاش مش هاخد الذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين آمين آمين. في الحديث في مسلم لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما الإسلام، يعني سيدنا جابر يقول كنا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. راجل جاي من بعيد وصوته عالي جدا، سمعين صدى صوت بس مش فاهمين هو بيقول ايه، لغايه لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له يا رسول الله ايه الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فقال يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا الا ان تتطوع. يبقى أنا عندي كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبره باللي هي الأركان أو الفرائض زي ما احنا بنقول. أنا علي دلوقتي ركن من أركان الإسلام هو الفرض الواجب على المسلمين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. إيه هي الأيام المعدودات؟ اللي هو شهر إيه؟ شهر رمضان، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال النبي مرة ثانية أو هكذا وهكذا، وجي في المرة الثالثة راح قايل وهكذا، فعقد إيه اللي هو 29، يعني يا إما 30 يا إما 29. فشهر رمضان هو الفرض. ده رمضان. فالراجل بيقول له يا رسول الله إيه الإسلام؟ فقال له أن تصوم شهر إيه؟ رمضان. قال له طب في حاجة تاني؟ قال لا إلا أن تتطوع. فما عدا صيام شهر رمضان هو من باب الإيه؟ التطوع. من باب التطوع وليس من باب الفريضة. طيب ايه حكايه بقى صيام تسعه من ذي الحجه دي؟
اولا صيام 9 من ذي الحجه، او صيام 6 من شوال، او صيام الثلاث ايام من كل شهر، او صيام الاثنين والخميس، او صيام اليوم الاول من اول 10 ايام من كل شهر عربي اللي هو يوم 1 ويوم 11 ويوم 21. كل الايام دي كلها من باب الايه؟ من باب التطوع. النافله، من باب التطوع سنة. مش من باب الفرض. بس سنه يعني دي ممكن احيانا بعض الناس تقلل من شان السنه. لا، هي سنه عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم. الانسان لابد ان يتشبث بسنه رسول الله ان استطاع ذلك. فلو الانسان مش قادر اللي هو ما يصومش ما يصومش، ما عندناش، وهو مش فرض اصلا المساله دي. طب احنا ليه بنقول الصيام في 9 من ذي الحجه؟ اولا لان النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الصحيح ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. وانا عاوز اقول ان الصيام ده هو عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ لا شك ان الصيام عمل صالح. وبعدين ايه بقى اللي يخليني اصوم اصلا؟ اولا حديث ابي امامه ان بيقول انشا النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني الشهاده وانا في الجيش ده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. ثم جاء مره اخرى فانشا النبي جيشا اخر يعني، فقال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يرزقني الشهاده، فقال اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. فجاله المره الثالثه نفس الكلام، فقال يا رسول الله يعني جئتك تترى 3 مرات اسالك ان تدعو لي بان يرزقني الله الشهاده، فقلت اللهم سلمهم فسلمنا وغنمنا. طيب ما تدلني على عمل ادخل به الجنه. طب انا يعني هو فاكر ان الشهاده دي طريق على طول اللي هو الطريق السريع الى الجنه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام عليك بالصوم فانه لا مثل له، وفي روايه لا عدل له، ما فيش حاجه تعادل الايه؟ تعادل الصوم. فكان ابو امامه رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه لا يرى في بيته دخان الا اذا اعتراهم ضيف. طب ده من باب الايه؟ من باب التطوع مش من باب الايه؟ من باب الفريضه. خلاص الواجب علينا اللي هو رمضان. فعند احمد رضي الله عنه في المسند ان كان ابو امامه وامراته وخادمه كانوا صياما، كانوا على طول ايه؟ دايما بيكثروا الصوم في سبيل الله تبارك وتعالى، خاصه في وقت الحر. طيب انا لو صمت في وقت الحر ايه ده؟ بيخفف عني اللي هو الموقف، شدة الموقف يوم القيامة كما ورد ذلك في عدة أحاديث. لكن يبقى السؤال، هو حصل كده بيحصل بعض الاختلافات، هو النبي صام ولا ما صامش في 9 أيام دول؟ 9 أيام هو النبي صام ولا ما صامش؟ أولا صيام 9 من ذي الحجة دول سنة بقى ولا فرض الأول عشان نتكلم؟ سنة مش فرض. طب نيجي بقى للسؤال الثاني بقى، هو صام ولا ما صامش؟ حتى لو ما عرفتش ده، هو الصيام من العمل الصالح ولا مش من العمل الصالح؟ من العمل الصالح. عندي بقى حديث في ابي داود من حديث حفص اعتقد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصوم 9 ذي الحجه و3 أيام من كل شهر. عندي حديث كده. فواحد يقول لي طب ما انا عندي حديث اخر، حديث امنا عائشه رضي الله عنها ام هي بتقول انا ما شفتش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يصوم 9 من ذي الحجه. طب نعمل ايه؟ فانا عندي قاعده اصوليه ان في حديث يثبت صيام النبي وحديث ينفي صيام النبي عليه الصلاه والسلام، مع ان الصيام سنه مش فرض. طب نعمل ايه؟ فكما قال علماؤنا رضي الله عنهم والمثبت مقدم على النافي. الحاجه اللي هي تثبت الامر مقدمه على الايه؟ على النافي. طيب لكن انا بقول يا جماعه وتتاكد هذه السنه اللي هو يوم ايه؟ يوم عرفه. لان صيام يوم عرفه يكفر سنتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان هنا مش معذور على فكرة أنه ممكن يترك الصيام. بمعنى إيه مش معذور؟ إن أنت لو أنت معذور في العشر الأواخر من رمضان اللي أنت مش عارف ليلة القدر، فبنقول لك أقم العشر الأواخر اللي هو من آخر 10 أيام من رمضان عشان أنت مش عارف ليلة القدر فين في أي ليلة. لكن دلوقتي النبي قال لك خلي بالك ده يوم اسمه يوم 9 ذي الحجة، واليوم ده يباهي الله به الملائكة، واليوم ده بيكفر صيام ويكفر سنتين. كل ده من باب الحث على الايه؟ على الصيام. فانت بقى مش معذور اللي انت تقول لي معلش، ما تكونش ظالم لنفسك، لكن يا ريت تكون انسان مقتصد او سابق بالخيرات، وسال ربك تبارك وتعالى ان يرفع عنك الخطايا وان يرفع عنك الايه؟ الاثم، وسارع في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حاجة أنا عاوز أقولها بس اللي هو يا جماعة كما في الحديث من أراد أن يعلم
أو أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أنت عاوز تعرف مقامك زي ما بيقولوا كده، مقامك حيث إيه؟ حيث أقامك. فأنت شوف مقامك. فواحد بيقول لي أنا مش قادر، ما تصومش براحتك، ما فيش مشكلة خالص. بالمناسبة ابن مسعود رضي الله عنه ما كانش بيصوم اللي هو اثنين وخميس وثلاث أيام وبتاع، كان لا يكثر يعني من النوافل. فليه؟ فبيقول أنا ضعيف والصيام ممكن بيضعفني أكتر، وأنا لما بضعف بصلي وأنا قاعد، وأنا الصلاة أحب إلي من الصيام. دي كانت فلسفة ابن مسعود، وده صحابي من صحابة سيدنا النبي يعني عليه الصلاة والسلام. كل واحد أضرب نفسه. آه طبعا، بس المهم قدم. طب أنا لو ما صمتش ما فيش مشكلة، بس أكثر بقى من ذكر الله، أكثر من الإنفاق، أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من عمل الصالحات، يعني أكثر. فأنا بقول لك الحديث هو إذا أردت أن تنظر ما لله عندك أو ما لك عند الله فانظر ما لله إيه؟ ما لله عندك، فمقامك حيث أقامك. نبدأ ناخد تليفونات. أم إسلام أهلا وسهلا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، تفضلي. الله يخليك. بقول لحضرتك أكلم الشيخ عن... معاكي. الله يخليك. تحت أمرك. ابني بيضحي كل سنة من ماله الخاص. كويس. والسنة دي ما أمكنش إن هو يضحي لأن العملية واقفة، فأنا ضحيت ومن ما يعني من معاشي أنا. هو في بيقول لي لا أنا ما ينفعش ما ينسبليش الذبيحة السنة دي. هو متزوج؟ هل حقيقي ده ولا يجوز ولا ما يجوز؟ هو متزوج؟ لا يعني معاكي في البيت يعني؟ معايا في البيت. خلاص ماشي حاضر. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي. ربنا يبارك فيك يا رب. فخلاص هي الأضحية تكفي عن البيت كله، أدام هو مازال أي حد في البيت يذبح في حضن أمه لسه مازال يعني لم ينفصل عن أمه. فتكفي الأضحية إن شاء الله بإذن الله. ربنا يفرجها على الكل يا رب، يا رب ويبارك في الجميع وتقبل يا رب يا رب. أم محمد أهلا وسهلا. أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. لو سمحت يمكن أسأل في سؤال؟ تفضل يا فندم. لو سمحت يا شيخ، أنا فطر، أنا تعبان عندي ورم على المخ، وفطرت يوم في رمضان، فحكمه بقى ايه؟ ان انا اصوم شهرين متتاليين؟ لا ليه كنت تعبانه؟ ليه جبتي الحكم ده؟ كنت تعبانه؟ وفطرت يوم؟ يعني بتاخدي دواء او عندك عذر يعني تاخدي دواء الدكتور قايل لك عندك ورم بتقولي؟ ايوه. طيب تقضي هذا اليوم ما فيش مشكله، ما عليكيش اي حاجه، مش شهرين ولا حاجه يعني، انت تقضي نفس اليوم ده وخلاص، يوم تقضيه. ولو انت مثلا يوم وقفه عرفات صمت يوم عرفات بنيه الجمع بين الاثنين، الاثنين صح ان شاء الله، يبقى تاخدي صيام القضاء وصيام يوم عرفه كمان. يعني ابشري. معانا النقطه دي على فكره برضو مهمه، انه ان احنا ديننا في الرحمه بتاعه كمان ان انا اقدر اخد نيه اجمع بين نيه السنه والفرض، يعني اللي لسه برضو عليهم ايام من رمضان. هذا معتمد الشافعيه والمفهوم التسعه ايام دول، هذا معتمد الشافعيه اي ايام فيهم مذهب الساده الشافعيه، وهذا مفهوم من كلام الامام مالك رحمه الله كما في المدونه، انه يجوز الجمع بين القضاء وبين الصيام التسع الاول من ذي الحجه. الانسان يجمع بين النيتين، فحد بيصوم بنيه يوم عليه من رمضان وبنيه اللي هو يوم من شهر ايه؟ من شهر ذي الحجه، الاثنين ما فيش مشكله فيهم، حتى كمان قالوا في صيام الست من شوال وهذا معتمد الشافعي، فالاثنين جائز ما فيش مشكله على الاطلاق يعني، لكن حكايه اللي انا اصوم شهرين متتابعين الكفاره هذه كما يقول بعض اهل العلم لا تكون الا لمن جامع في نهار رمضان، خلاص؟ ودي فيها شويه تفصيل. أو لمن تعمد الفطر، واحد تعمد الفطر، وهذا عند المالكية والحنفية، واحد تعمد إنه هو يفطر بيأكل كده ومتعمد كده، قالوا لا ده أنت عليك الكفارة اللي هي الكفارة الكبرى يعني، لكن أنت تعبانة فتاخدي يوم بس وخلاص. وعايزين نقول برضو حكاية الإطعام يعني مثلا يعني بالمرة عشان نخلص موضوع الصيام، إن مثلا لو حد عليه أيام ومش هيقدر يصومهم هو مريض فممكن يطلع فلوس؟ لا ده احنا عندنا المرض ينقسم قسمان، مرض مريض يرجى برؤه يعني مرض عادي وإن شاء الله سيزول بإذن الله، خلاص فده ينتظر فيقضي، استنى لما يخف ويقضي الايام اللي عليه. لكن واحد تاني الدكتور والطبيب قال لا هذا المرض لا يرجى برؤه، كبعض الامراض المستعصيه نسال الله ان يعافي الجميع يا رب وان يشفي الجميع، فده بنقول له طلع عن كل يوم ايه؟ عن كل يوم اطعم مسكين. قد ايه بقى المقدار ده؟ احنا بنقول تقريبا يعني عشان بس الناس الخلاف بقى الوارد وبتاع، وعشان الناس ما تتلخبطش، عشان ما تتلخبطش فقط يعني،
فاللي احنا بنقول ما يعادل كيلو رز. اي كيلو رز بقى، طيب عليها يومين 2 كيلو رز، 3 ايام 3 كيلو رز. فالامر سهل خالص وبسيط يعني، مش زي ما الناس بتقول طلع 50 جنيه وسي... لا الكلام ده 10 جنيه تقريبا. ما هو حقك، شوفي بقى كيلو رز بيعادل قد ايه، ان شاء الله يكون 6 جنيه ما فيش مشكله فيه. معايا انا فاطمه، اهلا بيكي. كل سنه وانت طيبه يا بنتي. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه وفضلت الشيخ طيب. الله يكرمك يا حاجه، ربنا يحفظك. الله يعوضها علينا وعليكم خير. والله يا استاذه الله يبارك لك، عايزاكي بس تسمعيني يا بنتي. الله يبارك لك. اتفضلي يا حبيبه قلبي، اتفضلي. الله يكرمك يا بنتي، انا عندي 60 سنه. ربنا يديكي الصحه. الله يخليكي. وارمله من 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 2003. الله يرحمه ابو العيال. الله يرحمه البقاء لله. الله يخليك. وعندي 6 بنات يا بنتي، وعندي عيل مريض نفسي. ربنا يشفيه. ومعاكي كله باخد 600 جنيه، انا بطلب من اهل الخير يساعدوني مشروع عشان اعيش عيشه كريمه انا وعيالي. ايوه. عندي بنات ما اتجوزتش، وعندي واحده باربع عيال، ومحتاجين يا بنتي مشروع يسندنا ونعيش عيشه كريمه، ادي اللي انا طالباه. وبناشد اهل الخير، بناشد الريس. ماشي يا حبيبه قلبي. بناشد الريس كل سنه وهو. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. ودلوقتي اخذوا الخط علشان هياخدوا منك رقم تليفونك واسمك، وان شاء الله احنا نحاول نتواصل معاكي ونساعدك يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه ومصر كلها طيبه. معانا من الاعمال الصالحه يعني الانسان ينفق ان شاء الله. بس انا عايز ابشرها بشرى، المراه اللي هي يعني مات عنها زوجها ولم تتزوج بعد ذلك وجلست لتربي الاولاد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فبلاقي حد بيسبقني في الجنه. مين دول؟ فهي بقى الست دي اللي هي صفاتها دي، اللي هي قعدت بعد ما اتجوزتش وبدات تربي مين؟ ولد. تربي الاولاد، فتلاقيها سابقه كده، والنبي مين دي اللي داخله قبل كده داخله الجنه يعني؟ هي الست دي. فنسال الله يحفظك. لكن احنا بنتكلم في عمل صالح اللي هو باب الانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فاهل الخير كتير ان شاء الله يعني، ونسال الله عز وجل ان يرزقها احدا من اهل الخير ان شاء الله، يعني يفتح لها المشروع ده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. رضا اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا استاذه لمياء؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ الله يعزك يا استاذه لمياء ويبارك فيك انت. الله يبارك فيك انت والشيخ احمد. الله يخليك يا فندم. استاذه دعاء يعني منوره الدنيا برضو، ربنا. انا ولميا واحد مفيش مشكله خالص. لميا صاحبتي يديكم على كد تعبكم. لميا صاحبتي وحبيبتي، احنا واحد. حبيبه قلبي اهلا وسهلا. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ ممكن ليا سؤال انا؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا كان امي ست كبيرة يعني، وأبويا توفى من 4-5-6 شهور. الله يرحمه. فكانت هي مقصرة يعني معاه شوية جدتي، وكانت متكولة على أختي الكبيرة في البيت، كانتش متجوزة يعني أختي، فكانت متكولة عليها إن هي إيه هتخدمها، فكانت مقصرة يعني معاه شوية. بس الوقت أبويا توفى وأمي حاسة بالندم يعني شوية، فإيه الحكم بتاعك يا شيخ أحمد؟ مامتك حاسة بالندم ليه؟ انها ما جوزتش اختك؟ حاسه ان هي كانت مقصره مع ابويا يعني قبل ما يتوفى. مامتك هي اللي كانت مقصره مع باباكي؟ كانت مقصره معاه، وكانت متكولة على اختي ان هي تخدمها. سايبه اختك اللي هي بنته يعني، هي اللي بتعمل له كل حاجه. هي اللي كانت تعمل له كل حاجه. فدلوقتي بعد ابويا ما توفى، امي حاسه بالندم يعني من ثلاث ده شويه. فدلوقتي ليها عليها هي ذنب يعني في دولة، ايه الحكم دلوقتي بتاعها؟ او ممكن تعمل حاجه؟ حاضر يا فندم. يعني اولا نسال الله ان يرحم الوالد يا رب، وحاجه ثانيه اللي هو ان يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لامنا خديجه لامنا عائشه رضي الله عنها، لما كان يذكر دائما خديجه قال ان حسن العهد من الايمان، ان حسن العهد من الايمان. فالمراه اذا كانت تشعر بشيء من الندم او بالندم لانها تشعر انها قصرت في حق زوجها، فما عليها الا ان تستغفر له، ان تتصدق عنه، أن تدعو الله عز وجل له. فده إن شاء الله يعني، وهذا من باب حسن العهد اللي هو تذكره دائما بخير، تبدأ تتصدق عنه، تستغفر الله عز وجل له، وتقرأ القرآن، تبدأ تهب الثواب، كل ده إن شاء الله بإذن الله يصل إليه إن شاء الله عز وجل. وجزا الله خيرا إن هي لسه يعني في ناس بتشعر بالمسائل دي. وعايزين نقول إنه طول ما إحنا عايشين وحبايبنا عايشين نحاول إن إحنا نتواصل معاهم ونراضيهم، ولو مريض نبقى جنبه معاه، سواء بقى الأم، الأب، الزوج، الإخوات، العيلة، حد من العيلة، الجدود. عيشوا كل اللحظات مع الأحباب. عيشوا كل اللحظات مع الأحباب. نعيش كل اللحظات ونستمتع معاهم بكل اللحظات.
لحظات ونعمل لهم اللي نقدر نعمله، علشان وقت لما بيجي الموت بنندم ان يعني نقول لو رجعت بقى الايام، طب ما الايام لسه هو في ايدينا، اللي لسه الايام في ايديه يلحق يعمل اللي المفروض يعمله. مش هنندم، مش هنندم ان شاء الله، ان شاء الله محدش يندم. يا رب يا رب. نروح فاصل مشاهدينا ونرجع معاكم، خليكم معانا. رجعنا لكم مشاهدينا مره تانية على الهواء مباشره. عايزه اقول لكم انه النهارده كذا خبر عمال يجي لي على التليفون وناس تكلمني ومواقع كاتبه يعني اشاعه كده سخيفه بجد على دكتور عبله الكحلاوي، على ماما عبله حبيبه قلبي، يعني اتخضينا بجد عليها. وانا طبعا كلمتها من شويه اطمن عليها والحمد لله هي زي الفل وصحتها كويسه الحمد لله، ربنا يبارك فيها وفي عمرها ويخليها لنا. وحبينا نطمن كل المشاهدين ونقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما عبله. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو الصوت واطي قوي يا دعاء، من فضلك علي الصوت. حاضر، احنا هنعلي صوتنا. و كل سنة وحضرتك طيبة وإحنا بنطمن عليكي وعايزين نطمن كل المشاهدين عليكي وربنا يبارك في صحتك. والله يا ستي أنا بألف خير وفي نعمة وعايشة محترم ربنا وربنا يسامحهم بقى اللي كل شوية طلعوا شعبي، يعني الحقيقة ما خدتش، ما فيش شهر اللي كان فيه شائعة أخرى. أيوة. لكن عايزة أقول لهم أنتوا بتهفتوا الخير، حرام عليكم، حرام عليكم، اتقوا الله، اتقوا الله يا ناس. الشائعة من ظاهرة خطيرة جدا واحنا عارفين الكلام ده، وانها طبعا في زمن الفتن بتزيد وعارفين مخاطر الشائعات ككل. اذا كان مصر كلها تعرضت ل 30,000 شائعة في خلال شهرين او شهرين ونص، انا ليا فيهم نصيب الحمد لله. كده مرتين كده، الشهر اللي فات والشهر ده، لا حول ولا قوة الا بالله. اه معلش، وماله، الحمد لله، الحمد لله، انا كده باخد حسنات، الحمد انا كده باخد حسنات والله. يعني وبعدين ليه يدمروا كل هذا الشر؟ مش عارفه انا بحب الناس كلها والله، ما اعرف اكره حد، وانت عارفاني يا جماعه، عارفاكي ده انت احلى قلب في الدنيا وكل الناس بتحبك، فانا مستغربه ليه يقولوا عليكي كده. وكل لحظه بدور ربنا راضي عني ولا لا حبيبتي، كل لحظه بدور انا صح ولا لا، بكلمه كل لحظه، يا رب طب وجهني، يعني أنا عايشة بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان هم مش حاسين بالنعمة دي ربنا يرضيهم. فعايزة أقول لهم من فضلكم كفاية، كفاية خلافات وكفاية خصومة وكفاية، هنبقى بين يدي الله في لحظات. صح. ما احنا عارفين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مهما كنت في نعم، ده المفروض كورونا دي كانت تسيب أثر في الناس. صح. إن في بلاء بيخبط على أي باب. أيوه. ما بيختارش، ما بيفرقش، ما بيخبط. طب امسك عليك لسانك، واحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعانا وفهمنا، وخصوصا في الايام العشرة اللي يملك لسانه وقلبه وسمعه، في هذه الايام يغفر له باذن الله، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. انتوا مش عايزين حتى يعني كفايه تغيروا صدوركم بكل هذا الكم. ليه؟ ليه فعلا؟ ليه ماما عبله؟ سيبوا ماما عبله في حالها. خلوها تعمل الخير اللي بتعمله، ما شاء الله ماما عبله دلوقتي عايشه. ادور على حاجه والله العظيم، والله وحق لا اله الا الله. كل ما ادور على ايه قربنا منه، طيب لا يمكن ده خلاص قد قيل، مش هينفع، ادور على حاجه ثانيه يمكن دي ترضي عني، لعلك ترضى. حبيبة قلبي، لكن ربنا يهدي، ربنا يهديهم.
دلوقتي ماما عبله عايشه دلوقتي عشان جمعيه الباقيات الصالحات، وعلشان بقى دار امي ودار ابي ودار ضنايا والمجمع اللي معمول دلوقتي المستشفى وعمليات جراحيه والمستشفى حالا دلوقتي جايين لنا طفله. طب نعمل ده احلى ايام الوقت الصدقه في هذه الايام. ايوه يعني احنا وميه في القرى والحق القريه دي فيها كذا كذا، ده في ظاهره ان دول متقدمين، ده في ظاهره ان دول عندهم اعاقه. احنا لينا دور كبير قوي ما شاء الله. بلدنا محتاجانه طبعا، بلدنا محتاجانه ولينا دور كبير. احنا لازم نكون على هذا المستوى الرفيع. استاذتنا الكبيره الاستاذه الدكتوره عبله الكحلاوي، اهلا وسهلا بحضرتك وربنا يبارك في عمرك يا رب. حضرتك يا ماما عبله اهلا ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا بس عاوز اقول لحضرتك ان الناس اللي هم بيتكلموا دول انا يعني مش هقول الا يعني كما قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان. ليه؟ اما حضرتك فيعني اراد الله عز وجل الا يقطع عنك الاجر، فانت بتاخدي حسنات الحمد لله عز وجل. وانت حضرتك يعني كما تعلمنا يعني من حضرتك ومن العلماء قول النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. والاعمال اللي انت بتعمليها دي كلها ان شاء الله وما شاء الله اسمها الباقيات الجمعيه الباقيات الصالحات، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويخليكي في وسطينا كده ان شاء الله. نسعد دائما بوجودك في حياتنا كلنا ان شاء الله، ونسعد برؤيتك. والان الحمد لله في سعاده غامره والله احنا بنسمع صوت حضرتك. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. ربنا يسترها معانا جميعا ويتلطف بنا. واكثروا من الدعاء يا اولادي الايام دي، اكثروا من الدعاء، اكثروا من الدعاء لبلدكم كل الايام الحلوه دي. نقول له يا الله يا كريم الله اكبر، يا من اقسمت بالليالي العشر اعف عنا وارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا برحمتك كل شر واهل الشر. اللهم اجعل لنا مع كل عسر يسر، ويسر لنا كل صعب. اللهم بلغنا يوم عرفه صائمين ملبين مسبحين مستغفرين ذاكرين حامدين شاكرين يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عليك يا حبيبي رسول الله. الله يا ماما عبلة الدعاء الجميل اللي من القلب. يعني أنا بحبك يا ماما عبلة وأنا مبسوطة قوي قوي إن أنا سمعت صوتك. يعني كان لينا حلقات عمرة سوا عند الكعبة. فكرة. ايوه فاكره عملنا حلقات من عند الكعبة. يا ماما عبلة عدلي طرحتك اقول لك انا في مكان تاني. ايوه انا همني شكلي يطلع ايه. طب يا ماما عدلي الطرحة والله ما انا عايزه. وكانت حلقات حلوه وفيها انشراح صدر وسمو روح كده. الحمد لله الحمد لله. يا ريتهم يعرفوا اللي احنا فيه. لو تعلمون ما اعلم. لكن هقول لهم ايه؟ الحمد لله الحمد لله اخر واخر دعوانا ان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا تنسينا بقى من صالح الدعاء، يعني لا تنسينا من صالح دعائك ان شاء الله. ربنا يشرح صدرك ويوسع رزقك ويكسر شياطين الانس جميعا كل اللي بيسمعوني. امين يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. شياطين الانس امين. اللهم امين. اللهم امين. ماما عبله احنا ربنا يبشرنا بالجنه يا رب. مبسوطه قوي ان احنا سمعنا صوتك وطمنا المشاهدين عليكي، وعلشان الاشاعات دي تقف وارجوكوا سيبوا الدكتوره عبله الكحلاوي في حالها. ربنا يبارك فيها وفي صحتها. لا انا يظهر كل يوم هطلع اقول لهم كلمه، كل يوم اقول لهم انا لسه موجوده الى ان ياتي قضاء الله، الى ان ياتي حضره قضاء الله فانا ممتثله. يا حبيبة قلبي ربنا يحفظك يا رب. ربنا يديك الصحة ويفضل صوتك كده مالي كده في الأفق كده. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا قوي قلبي يا ماما عبلة. ربنا يبارك فيكي. شكرا يا حبيبة قلبي ونورتينا. حبيبة قلبي يا ماما عبلة. مع السلامة يا حبيبة قلبي. احلى احلى مكالمه والله النهارده. اكيد ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها. انا بس عاوز اقول حاجه للناس اللي هي دايما تكثر الاشاعات. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجاته يا رسول الله؟ قال امسك عليك هذا. هي دي قضيه، يعني امسك عليك هذا لابد الاصل. لذلك القران الكريم قال فتبينوا، وفي قراءه فتثبتوا. فاحنا مش عاوزين اللي احنا دايما على طول نطلق قضيه الاشاعات. لا يا جماعه، لا للاشاعات. هذه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك هذا. وبعدين الناس محتاجة إيه؟ يعني محتاجة ليه الناس تنتقل بسريعا كده؟ ده في حديث عند الدارقطني مهلا عن الله مهلا لولا شيوخ الركع
الناس الكبيرة اللي إلى عادة الستين بقى شيوخ الكرام دول، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع، لولا الناس دي ولولا المخلوقات دي لصب الله العذاب صب. يعني احنا هم الرحمة. ايوه ده احنا محفوظين الرحمة. انت عارفة زي اللي هو في سد كده منيع بيمنع من عذاب الله، من نزول العذاب اللي هو يعم الناس بسبب مين؟ شيوخ رقع وأطفال رضع وبهائم رتع. فالحديث مهلا عن الله، اهدوا يا جماعة، استهدوا بالله بس كده، فمش هينفع. وبعدين عندنا خيركم من طال عمره وحسن ايه؟ حسن عام. تخيل بقى احنا الحمد لله قاعدين كده في كده وخدنا دعوة صالحة من سيدة صالحة كريمة عالمة، نسأل الله أن يحفظها يا رب، وخدنا دعوة صالحة فداه خيركم يعني من سبحان الله. وما زالت كمان عمالة تكثر من بفضل الله من عمل الخير، وعمالة من جمعية أبي جمعية أمي. أنا أول مرة أسمع جمعية الضنايا دي. دار ضنايا يعني جمعية الباقيات الصالحات لأطفال المرضى. هي عندها دار طبعا أمي وأبي اللي هم مرضى الزهايمر، وعندها دار ضنايا اللي هي الأطفال مرضى السرطان. احنا لازم نروح نزورهم على فكرة. أيوة طبعا، يلا يا ريت. اللي بيكون ما عندهمش مأوى هنا بيجوا هم وأهلهم بيكونوا في دار ضنايا عشان يروح مثلا ياخدوا الجرعات في المستشفى. خلاص احنا بنقول على الهواء ان شاء الله نروح نزورهم في يوم كده ان شاء الله باذن الله. ودلوقتي طبعا عندها المجمع الكبير بقى للصلاحات اللي هو ايه المستشفى في المقطم كله في المقطم. بس يعني حاجه غريبه ان من الصبح مكالمات ومداخلات مش من الصبح. انا الخبر ده عارفه من امبارح واول، وهي كان ليها لقاء تقريبا او تصريح في اليوم السابع ده من شهر حصل كده ورجع حصل تاني بس النهارده. ايه لما جه الاستاذ احمد اخوها ربنا يحفظه ايضا، قال والله يعني انا هتعقب كل واحد بيعمل يطلع الاشاعات دي واحوله للنيابه، خلاص زهقنا يعني. لا الحمد لله، الف حمد وشكر ان هي بخير وبصحه كويسه، وربنا يبارك في عمرها ويديها الصحه. دي اجمل قلب واجمل ام في الدنيا ماما عبله، دكتور عبله الكحلي، يا ربنا يحفظها يا رب. طيب نرجع ناخد تليفونات مشاهدينا. نادي اهلا بيكي. الو. ايوه اي ايوه حبيبه قلبي معاك. ايوه انا معاك حبيبتي. ايوه انا اسعد حاجه ان انا سمعت خبر الدكتوره عبله انها بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، بركه انها بخير الحمد لله. ربنا يديها الصحه ويديك الصحه. ليا سؤال يا حبيبتي، كان ليا اخ توفى في اخر رمضان، البقاء لله. الله يخليك. انا ليا اختي معايا، ما كناش نعرف انه عنده فلوس ولا الا العربيه. فانا دلوقتي عايز اعرف هل نطلع زكاه على الحاجات اللي احنا اكتشفناها دي، ولا هو كان بيدفعها؟ ما اناش عارفه، مش متاكده. فهل اطلع عليهم الحاجه ديت على العربية والفلوس دي أطلع زكاة عليها، ولا مش هتتحسب؟ انتوا يعني ورثتوا الحاجات دي فالفلوس بقت معاكوا بتاعته؟ ايوه. فانت عايزة بقى تعرفي الفلوس اللي انتوا ورثتوها دي تطلعوا منها الزكاة علشان هو طلع ولا لا؟ ما نعرف. ماشي. هي فلوس سايلة وعربية. وعربيه. ايوه طيب الشيخ هيقول لك يا حبيبتي. وحاجه تانية لو اتفضلي اتفضلي. انا دلوقتي عشان اصلي الفجر اذا نمت ما بصحاش اصلي الفجر، فبفضل سهرانه لغايه ما اصلي الفجر. هل ده كويس ولا وحش؟ وانا ست كبيره دلوقتي وما بقدرش. طب ما لو نمتي بدري يعني، مش مثلا بتساعد تنامي مثلا يعني، بلاقي خالاتي مثلا دلوقتي اكلمها الساعه 9 تقول لي يا دودو ده انا نمت، اقول لها نمتي يا تاتي الساعه 9؟ تقول لي عشان اصحى الفجر. فبيناموا بدري قوي عشان يصحوا الفجر ويقعدوا بقى للشروق مثلا. جربتي دي؟ ما بعرفش تنامي بدري. كنت واخده بقى من الشغل، الواحد كان بيسهر كده. حضرتك عندك كام سنه يا حاج؟ سؤال ثاني معلش انا اسفه حضرتك، بس وقت المقابر خلص. المقابر اللي بيهدوها دي عند في الغفير. هو بس وقت الحلقه خلص. وقت الحلقه خلص، فانا هنجاوب دلوقتي على السؤالين وكلمينا مره ثانيه سريعا بقى. سريعا، اولا نسال الله عز وجل ان يرحم من مات. الحاجه الثانيه اللي هو ان العربيه موجود معايا عربيه، فدي ما عليهاش زكاه. الحاجه الثالثه ان الزكاه بتاعه الراجل انقطعت بموته، بمعنى ان الشخص اذا مات فالتكليف انقطع خلاص، ما بقاش فيه تكليف او رفع التكليف. المال بقى انتقل اليكم،
انتوا بقى الفلوس دي لو بلغت نصاب هنطلع وحال الحول هنطلع زكاه بتاعت كنتوا، لان الفلوس بقت معاكوا انتوا ملككوا انتوا. دي حاجه عايزين بقى يطلع له صدقه منها، يطلع صدقه طلعوا تصدقوا لله عز وجل. الحاجه الثانيه اللي هو قضيه ان الصحيان ادام بتقدري وتصلي الفجر فهذا اولى، لكن لو نمت وراحت علي نومه اول ما تصحي تصلي ومفيش غبار عليك ان شاء الله وربنا يبارك في عمرك، لان سيدنا النبي قال ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه. مش يعني هي لو تقدر بتصحى للفجر تصحى للفجر، لو لكن لو نامت وراح عليها النومه خلاص مفيش مشكله. كانت ناويه تصلي وراح عليها نومه بقى دي حاجه ثانيه. احنا هنطلع فاصل وبشكرك جدا يا شيخ احمد ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدي. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية، وعايزين نقول انه في ناس بتعمل عمليات للتخلص من السمنة ومش بتوصل للنتيجة اللي كانت عايزاها، او حتى ممكن العملية دي تفشل. يا ترى ايه اسباب الفشل ده؟ ده اللي هنعرفه في فقرتنا النهاردة مع ضيفنا الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ الدكتور جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير ومستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذه. اهلا وسهلا. قرار ان الواحد يدخل يعمل عمليه، احنا طبعا بنتكلم على عمليات السمنه والسمنه المفرطه، بيكون فعلا الواحد خلاص تعب طول حياته نفسيا ومعنويا وصحيا، فاخد قرار زي ده. لو بقى العمليه فشلت اكيد دي بتعمل له مش احباط عادي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. انا هبتدي باللي حضرتك قلتيه في الاول قبل بدايه الحلقه، كنت بتكلم على البالون المعده ازاي بتفشل، وبعد كده نتكلم على كل العمليات الجراحيه. يعني طبعا كل حاجه لها يعني فشل، يعني طبعا كل العمليات في الدنيا يعني طبعا في نسبه فشل طبعا واضحه، قد تكون بسبب ان المريض نفسه مش قادر يستخدم الحاجه كويس، او جسمه ممانع ليها وهنعرف ازاي، او ان الجراح ما عملهاش صح، او يعني كانت العمليه مش مناسبه للمريض. يعني لو ابتدينا ببالونه المعده، بالون المعده احنا انا بقولها فرانكلي، في ثلاث انواع من بالون المعده موجوده في السوق دلوقتي، في نوع منها رخيص خالص، في نوع منها متوسط السعر، في نوع منها سعره غالي شويه، كلهم زي بعض. يعني في اللي هي سيليكون عادي بيركب جوه المعده بيقعد 6 شهور لسنه احيانا في بعض الانواع. اللي عايز يركب بالون طبعا هي بتركب بالمنظار، مش عمليه خالص، سيديشن، واحيانا طبعا الحلق ضيق بنركب انبوبه بس، يعني بدون وقت بنج قصير خالص، يعني حاجه كده لا تتعدى الخمس عشر دقائق يعني. بتركب وبتروح في بعدها بساعه يعني، وبعد 6-7 شهور بتشيلها، او بعد سنه في بعض البالونات انت تبقى عايز تنزل 10-15 كيلو في الوزن الطبيعي فقط، يعني هي مصممه لكده. يعني الناس اللي بتنزل بقى 30 كيلو و40 كيلو دول ناس ناجحه جدا، دول عندهم عزيمه كويسه جدا، دول بيكون عندهم مخزون من الوزن زياده، هما بس دول بيبقوا مشكلتهم انه الوزن بيرجع تاني ما بعد الانقاص. انا بتكلم بقى على الناس اللي هو اصلا ما نزلش ولا كيلو، او راكب بالونه وما نزلش ولا كيلو، ده طبعا بيبقى محتاج الفتره الاولى. يعني ركبت بالونه اعرف ان انت هتعمل معاها دايت، عشان بس ما تركبش بالونه ويبقى عندك هدف يعني ان انت عايز تنزل 30-40 كيلو، مش هيحصل يعني وانت لو ما حافظتش على الدايت بتاعك او التغذيه بتاعتك. الناس اللي يكون عندهم مخزون في الوزن ويكون عندهم عزيمه هينزلوا شويه، بس المشكله في حاجه لازم تكون معروفه، ان البالونه ليست مستدامه. يعني البالونه هتركب فتره وهتتشال، لان عصاره المعده هتاكل السيليكون، ما هو مش هي، فاذا لازم تتشال في وقت. هي كل 6 شهور صح؟ 6 شهور وانواع كده سنه. بس طبعا لازم تتشال، لما تتشال طبعا المعده بتكون متمدده شويه، فبالتالي يعني برضو انت مش هيبقى عندك حاجه تمنعك من زياده الوزن مره تانية غير العزيمه فقط. فشكوى معظم الناس من البالون ان هي بترجع تاني في الوزن، ودي حاجه مش يعني احنا مش مستغربينها، لا هو معروف ان هي هتتشال، ممكن انت في خلال بقى الست شهور اللي فاتوا المفروض تكون اتعلمت ازاي تكمل على يعني نظام دايت كويس، على نظام تغذيه كويس، لان البالونه
بتاخد حيز من المعده، لكن لا تمنع مرور السكريات، لا تمنع مرور الشوكولاتات، لا تمنع مرور الحاجات اللي هي سائله. ما هي جسم موجود غير مفكر يعني، هو طبعًا جسم موجود في المعده بيزود الشبع هو شويه، بس يعني واخد حيز المعدة او حجم حيز في المعده عشان بالزبط الواحد يحس بالشبع اسرع. لكن هو لا يمنع اي مرور. طب انت فشلت بقى في البالون ووزنك زاد تاني، اعمل تكميم على طول، ما تفكرش، او تحويل مسار لو انت مريض سكر، او لو كنت اصلا وزنك زايد من الاصل، كان المفروض كنت عملت العمليات دي من الاصل، ما كنتش ضيعت وقتك بقى بالون وكده. فالبالونه يعني لو زاد الوزن عن 15 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي، انا شايف ان هي مش افكتيف يعني، مش هتبقى احسن حاجه بالخبره يعني. انا يعني بعملها في نطاق ضيق، بحيث ان يعني انا وما تصرفش فيها كتير يعني. اقل انواع البالونات ركبها اللي هي ارخص انواع البالونات، لان كلهم سيليكون زي بعض وكلهم بيتشالوا في نفس الوقت وكلهم لهم فيلير ريت عالي. العمليات الثانيه اللي محتاجه اصلاح، طبعا كل عمليات السمنه يمكن اصلاحها، قد تكون بسبب ان العمليه مش معموله كويس وبالتالي انت مش هتخس اصلا، او قد تكون العمليه معموله كويس وبعد كده انت استخدمتها خطا، او جسمك مش مستجيب يعني. مش شرط انت تكون يعني، اصل في حاجات زي واحد مثلا عامل تحويل مسار معده كلاسيكي اعلى انواع عمليات السمنه، حجم معده صغير، الوصله معموله كويس، مستبعد جزء من الامعاء كويس، وبعد 15 سنين نسبة خطأ تصل ل 5-6% بيرجع وزنهم يزيد تاني، ويبقى الجراح محتار والعيان محتار. انا باكل كمية صغيرة ومحافظ على وزني وبلعب رياضة وكويس، بس وزني ابتدى يزيد يعني حوالي 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي تاني، ايه السبب؟ اذا كانت العملية معمولة كويس، واذا كان الجراح عامل لك العملية يعني معمولة كويس واشعتها كويسة، وانت بتحافظ في حاجات نظريات يعني. حاليا دلوقتي احنا بندور في سبب اللي يخلي عيان عامل عمليه كويس جدا وبعد 5 سنين يرجع وزنه يزيد تاني، بالرغم ان هو ملتزم بكل التفاصيل. في حاجات زي الجات ادابتيشن، ان الجزء اللي انت عزلته من الامعاء، الجزء المتبقي ابتدى ان هو يعوض ما تم عزله، ودي طبيعه في الجسم. يمكن في بعض الاجسام ان هي بتبتدي تتكيف على الوضع الجديد وبتحاول تحارب ما تم استبعاده من الامعاء. بيحصل في نظريات كتيره جدا لاعاده الوزن بدون اي مشاكل خالص، بس دول نسبه صغيره، واحنا دول لما ولهم حلول ان احنا نعمل برضو ديستلايزيشن او نزود الامعاء ان بقت اكتر جزء شويه، واحيانا بنستخدم الباند لو الباوتش وسعت شويه بسيطه، فلا حلول، بس دول نسبه صغيره. النسبه الكبيره بقى من الناس اللي هم اكتر ناس في العيادات، اكتر ناس في المراكز دلوقتي بيشتكوا، الناس اللي هم معدتهم اصلا واسعه من الاصل، عامل تكميم قبه معده واسعه، بياكل كميه كبيره، هو ما عملش عمليه كويسه، فانت تدخل بقى في حاجه، بنعمل حاجه اسمها كوركتيف سيرجي، او بنعمل عمليه ثانيه جديده، لان انت ما عملتش عمليه كويسه. يعني دي تصليح سهله. تصليح يعني. تصليح عادي خالص، ده فعلا كوركتيف سيرجي، بنعمل عمليه مش اصلاح بقى، عمليه تصليح. يعني كاننا بنعمل عمليه من اول وجديد، لان هي ما اتعملتش كويس. يعني ده مش معنى ان انت قصيت المعده فتقول ان انا عملت كويس، او معنى ان انت عملت تحويل مسار وقمت قاص المعده. ما في عمليات فعلا صعبه خالص بتتعمل دلوقتي، الناس ما عندهاش خبره خالص، تقوم تعمل عمليه تقص المعده بالعرض وموصل المعده بالامعاء، وتقول انا عملت والله العظيم انا فتحت يعني عملت عمليه اصلاح لتحويل مسار مش تحويل مسار اصلا. والله وشفت مره عيانه عامله تحويل مسار، معده سليمه كده، سليمه عادي خالص، وجايب الامعاء موصلها بيها. بيحصل، انا شفت ده وصلحت عمليات زي دي، وشفت عمليات مثلا قد يكون الجراح اصلا مش متخصص، جراح تجميل اللي هو مش بتاع مناظير خالص ولا حاجه، بيعمل شد بطن وجي فتح البطن من جوه ومقرب المعده وقال انا عملت لك تحويل مسار، او عامل عمليه بلايكيشن كان من اسبوعين ثلاثه، اقنع العيان ان هو عامل لها بلايكيشن يعني تصغير حجم معده، عمليه كده اتمنعت يعني، وكانه عمل لها من تحت يعني. يعني انت ايه بقى يعني سوبر مان داخل من تحت عمال، ما هو طبعا ولا خست ولا كيلو ولا كيلو ولا كيلو، استنزفت ماديا يعني، عملت عمليه المفروض ان هي عملت عمليه، اعملها اشعاعاتك بقى، طب ما فيش المعده سليمه خالص، سليمه خالص، وبالتالي بتدخل تعمل عمليه مره ثانيه. دي عمليات بتتعمل بدون قاعده يعني، وجراح ممكن، والرش بتاع عدم التخصص انه هيجري اجراء العمليات اللي هو مش متخصص فيها طبعا بيخلي فيه كوارث، العين هو طبعًا الوحيد اللي بيدفع ثمنها طبعا. بعض المراكز غير المتخصصه بتجيب مستهلكات طبيه مش معروفه المصدر، ويعني وتعلن عن اسعار لا تمثل ثمن دباسه، لا تمثل ثمن دباسه، دباسه اللي احنا بنستخدمها في التحويل والتكميم يعني. انا لا اعني تدبيس المعده، عشان في ناس ممكن تسمعنا تقول تدبيس معده ثاني، لا هو تدبيس معده اتمنع خلاص.
فبيجري وراء تقليل الاسعار عشان يوفر فلوس، لان ظروف الناس احيانا برضو ما بتقدرش ان هي تكلف تكاليف العمليات دي، فبالتالي يروح على اقل سعر موجود في السوق ويروح يعمل عليه، وخصوصا ان الناس دلوقتي بقت تتسارع في ده، فيروح في كوارث. بنقعد بقى احنا نصلح في الحاجات دي بعد كده، وبيدفع ضعف المبلغ ده اضعاف، لان عمليات الاصلاح عمليات بتستخدم طبعا لازم تراي ستيبلر، ولازم عمليات غيارات زي الغيارات السوداء اللي هي الهايت العالي، وده زي دباسات طبعا لازم تكون قويه، مش زي دباسات انا داخل اعمل تكميم في نص ساعه ولا تحويل مسار عمليه بسيطه، لا ده احنا بنعمل عمليات اصلاح، دي عمليه محتاجه مهاره. في حاله عدم وجود الخبره الكافيه الجراحيه، انا بقول للمريض وللجراح برضو ان هو لا يقدم على اجراءها، لان عمليات الاصلاح عمليات محتاجه احترافيه، محتاجه خبره، محتاجه تمكن، لان انت داخل تصلح عمليه في بطن مفتوحه مره قبل كده، فيها التصاقات، فيها حاجات، فلا تقدم على اجراء عمليه اصلاح اذا كنت انت مش كومبتنت، اذا ما كانش عندك القدره الكافيه. والمريض نفسه لازم يبقى عنده برضو يتعب شويه في اختيار الجراح، لانه صحة وحياة، وبعدين انت داخل تصلح عملية تانية، فخد يعني وقتك في ان انت تلاقي المكان الآمن، لانه هتصلح يعني برضو انت محتاج تعيش حياتك بقى المظبوط. عملت عملية فشلت، ابتدي فكر بقى تفكير مظبوط. في تفضل، احنا كنا عايزين نوري المشاهدين الابليكيشن اللي حضرتك عامله يا دكتور عشان يساعدهم. ده ابلكيشن طبعا سهل، ده يعني احنا بنحاول يعني ده حاجه للتواصل يعني على بتساعد الناس ما قبل العمليه تقدر توصل للفريق الطبي بسهوله، بيحضرك كويس، بعد العمليه بيديك النصائح الكافيه، بيوصلك بالناس اللي هي عملت عمليات قبل كده او بالفريق الطبي الموجود. يعني دي حاجه موجوده معاك على التليفون طول الوقت، تقدر توصل بيها لكل المراكز او كل الفريق الجراحي. انا بس كنت عايز اقول كلمه على عمليه مشهوره جدا، الفئه اللي هم عملوها، لان هي كانت حصل لها رش كده من 2005 واتعملت يعني بعنف، يعني بعد الالفينيه تقصد، اتعملت بعداد رهيبه اللي هي تدبيس المعده. تدبيس المعده دي عمليه طبعا اتمنعت من 2007، فلا بس بنصح الناس ما حدش يعملها تاني تدبيس المعده. في دلوقتي عمليات حديثه زي التكميم والتحويل والتكميم المعدل والتحويل المسار. مشكله انها بتعمل تسريب، ما بتعملش تسريب قد ما هي بتعمل انسداد في المعده. يعني المعده بتبقى مسدوده بشبكه، الشبكه حواليها كده بتليفها، بتعمل فيها تليفات، وبالتالي بتقعد طول عمرك بترجع. اصلاحها موجود دلوقتي بتحويل المسار المعده الكلاسيكي بتتعمل، يعني بسيط. يعني لو حد كان عمل عمليه التدبيس ودلوقتي بين ما النساوئ بتاعتها يقدر يصلحها، او يلغيها سهله بالمنظار، مش لازم تفتح تاني زي زمان خلاص. ممكن تعمل عادي تحويل مسار، هي عمليه محتاجه بس مهاره، مش اي حد يعملها. يعمل تحويل مسار يلغيها، يعني يشيل الشبكه دي. لا، ما بشيلش الشبكه بقى، بنوصل المعده وبنعدي الجزء الضيق. لكن لو هنعمل عمليه اصلاح بنشيل الشبكه ونشيل الجزء اللي هو المعطوب اللي هو فيه الشبكه وفيه الضيق، ونعمل بقى تحويل مسار كما يجب يعني. في عمليه برضو انا بفتح بس حلول للناس اللي عندها، اللي هي قد تعاني وهي مش عارفه طريقها، عمليه اسمها حزام المعده. حزام المعده طبعا الناس كلها اللي عملت عمليه كان طبعا الناس بتحاول تعملها، مشهوره جدا لانها سهله. عمليه بسيطه، سعرها برضه ويضيق ويوسع، وطبعا كلها جسم غريب بياكل المعده في بعض الوقت، واحيانا المعده بتبص من فوق ويتخنق، المعده تتخنق، واحيانا ما بنزلتش ولا كيلو، وتبقى طبعا جحيم يعني. وبالتالي يمكن شيل الحزام بس، انت عندك ثلاث اختيارات، يا تشيل الحزام بس وترميه وتعيش حياتك بقى خالص، كل واشرب عادي، او تشيل الحزام وتعمل تكميم معده في نفس السيشن، او تشيل الحزام وتعمل تحويل مسار في نفس السيشن برضو. دي كلها اوبشن للناس اللي هم عملوا حزام المعده. الفئه الثانيه الناس اللي عملت تكميم المعده، انا بتكلم كل الناس اللي هي عملت عمليات قبل كده، التكميم المعده برضو اللي هو فشل ان هو ينزل الوزن، او تكميم المعده اللي وزنك نزل ورجع تاني وزنك، يمكن اصلاحها بان انت تعمل تحويل مسار او تعمل اعاده يعني تكميم. كان مختار كده العمليه الغير مناسبه لشخصيته، او عمل تكميم وكان كويس ونزل في الوزن وزاد تاني، كان سكريات بقى وابتدى يدوس شويه. ده ممكن برضو كان احسن له تحويل مسار، او يعمل تكميم وحافظ عليه. ما هو احيانا بعض السن بيخلينا نعمل تكميم معده. تمام، انا بشكر حضرتك. شكرا جدا يا دكتور في نهايه حلقتنا. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا. شكرا، واشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما تضيق علينا نرفع للسماء ايدينا، نشكي همومنا وما فينا ملناش غير
غيرك يا رب يا رب عطف علينا املى بالفرح عنينا اهدي ولادنا واحمينا طلب رضا يا with me.